السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة من برنامج مع حاتم للنقاش. أسعد الله أوقاتكم ونتمنى تكونوا في صحة جيدة والبال هاني. فيديو اليوم غنشوفوا فيه نقاط عديدة، من بينها تفاصيل بلد جديد غيفتح قنصلية ديالو قريبا في الصحراء جنوب المغرب، وكذلك نهضروا على تصريح ناصر بوريطة بخصوص الرئيس الجزائري، وايضا موقف الاتحاد الاوروبي من القضيه الوهميه المفتعله من الجزائر. قبل ما نبداو كنبغي نشكركم بزاف من القلب ديالي على التشجيعات ديالكم، على لي لايك اللي كديروا لنا، على البارطاج الفيديو. هادشي كامل كنشوفه في لي ستاتستيك ديال القناه وكيفرحني بزاف. شكرا لكم بزاف وربي يخليكم. نبداو على بركه الله. نبداو بتفاصيل خبر يخص فتح قنصليه جديده في الصحراء المغربيه. بوركينا فاسو غتكون هي الدوله المقبله اللي غتفتح تمثيل دبلوماسي في الصحراء، وهذا القرار البوركينابي كيأكد عزم الدول الإفريقية لدعم وحدة التراب الوطني. للتذكير، جزر القمر، غامبيا، الغابون، جمهورية إفريقيا الوسطى، ساو تومي، كوت ديفوار، كلهم فتحوا قنصليات في الصحراء المغربية، وكاين تقريبا أزيد من 15 طلب لفتح قنصليات جديدة، منهم طلب بوركينا فاسو ودول اخرى من امريكا اللاتينيه. يعني فاش الجزائر وجنوب افريقيا تيخرجوا بالتصريحات ديالهم الفارغه والمستفزه تجاه المغرب والوحده الترابيه ديالو، فالسياسه المغربيه من الجانب الاخر كتخدم في صمت وكتحشد الدعم الافريقي اولا، كما قلنا من بعد غادي يجي الدور على دول امريكا اللاتينيه واسيا. وهذه السياسه القويه نجحت بعد عوده المغرب للاتحاد الافريقي واقامه علاقات ثنائيه في صيغه رابح رابح، ماشي بحال سياسة دان سيري سير ديال الجزائر اللي كتعتمد فقط على قيمة المبلغ اللي غتعطي لهم مقابل الاعتراف بالدولة الوهمية. هاد السياسة المنفتحة لإفريقيا ديال المغرب ولات كتستعصب بزاف البوليساريو والجزائر، لأنهم مساكن كيشوفوا أن المغرب صافي قرب يجمع ويطوي كما كنقولوا، وقدام عينيهم هادشي ما قادرين يديروا حتى شي حاجة، حتى شي خطوة ترجع لهم غير بعض الأمل للقضية الوهمية. فالجزائر كتحاول بشتى الطرق أنها تحيي القضية وتعطيها قيمة بتصريحات ديالها المعادية للمغرب والمغاربة. كل مرة الرئيس الجزائري كياخد الميكرو كيهضر على المغرب وعلى الصحراء، وكتحاول تدور القضية في الاتحاد الإفريقي، لكن الخطة ديالها كتفشل في كل مرة وما كيعطيها حتى واحد أي قيمة ولا كيتسند شنو كتقول. بما أننا هضرنا على هذه النقطة، بغيت نوضح واحد الحاجة مهمة اللي كتعاود في التعاليق بزاف ديال القناة، الناس اللي كيناديو بخاوة خاوة. المهم برافو عليكم، مزيان لا تكفرح، حنا كاملين خوت في الاسلام، غير هو ما كاينش شي اخ كيدير يديه في يد العدو ديال الاخ ديالو ويعاونو على العداء ديالو ضده ويعاونو انه يدير ليه الضرر، وفي الاخر يقول له خويا خويا. هادشي راه ما كاينش. داكشي علاش من اليوم اي واحد نيجو مزيانه وكيعتبر ان الجزائريون والمغاربه خوت، قبل ما يقول هذيك خاوه خاوه خصو يسبق يقول واحد الحاجه مهمه، يقول الصحراء مغربيه وحنا خاوه خاوه، ديك الساعه مرحبا ونحطوك فوق رموشنا فوق راسنا. لكن انك تدعم تقسيم المغرب وتقول لي حنا خاوه خاوه خلينا من الفتنه وداكشي، فهذه راه قمه التناقض، لان الاخوان تيكونوا يد وحده، ماشي يد كتسلم عليا والاخرى باقي تصرفقني بها. المهم نرجع للموضوع ديالنا، فالجزائر فات الخطوط الحمراء لدرجه انها بدات كتنتقد وكتهين الدول اللي كتفتح القنصليات، وهذا راه اجرام في حق العلاقات الدوليه بين دول في العالم، وهادشي دليل على فشل النظام الجزائري واللي كيبرهن على انه ناقص بزاف سياسيا. البوليساريو من جهه ديالها ولات كتشوف ان الجزائر ما بقاتش كتنفعها بزاف في السياسه الخارجيه، ولات كل مره البوليساريو كتحاول انها تهدد بالتصعيد العسكري، ولاو كيديروا بحال حفتر في ليبيا، كل مره مسكين تيجي تيقول لقد حانت ساعه الصفر، لقد حانت ساعه الصفر، ما شفنا لا هو لا الصفر ديالو. الامم المتحده ولات كدير عين ميكا ومبقاتش كتسمع البوليساريو، لانهم تفطنوا انها قضيه وهميه فقط باش يلهيو المغرب على المطالبه بسبته امنيه على الصحراء الشرقيه، وباش الجزائر يكون عندها واحد المنفذ بحري. كتمنى من الخارجيه المغربيه الضغط على دول عربيه اخرى باش تفتح بدورها القنصليات في الجنوب المغربي. قيس سعيد ديال تونس، مع احترامي ليه كنحترمه بزاف وكيعجبني بزاف، بلا ما تمشيو عنده راه خدا 160 مليون دولار من الجزائر باش ما يهضرش على الحراك وما يهضرش على شي حاجه كدير شي مشكله للنظام الجزائري، لذلك هو ما غاديش يدخل راسو في هذه المشكله الصحراء. وصراحه كون كنت بلاصتو غادي ندير نفس الشيء، اللهم في تونس ناخذهم ليا ولبلادي، ولا تمشي هذيك الفلوس للبوليساريو او النيجر او مالي او فرنسا. الخبر الثاني كيخص تصريح السي ناصر بوريطة حول قضيه الصحراء في الاتحاد الافريقي. نخليكم مع الفيديو هذا المقطع صغير ونكملوا من بعد الخبر الثاني. بليك كو لا
les interférences là aussi, les instrumentalisations doivent s'arrêter. Vous savez, pendant les années où le Maroc a été absent de l'Union africaine, l'organisation a été instrumentalisée pour développer des versions, développer un récit, développer des décisions qui sont en déphasage avec la réalité de ce différend régional. Aujourd'hui, avec le retour du Maroc, le Maroc pousse l'Union africaine à reconnaître une situation. Un, il y a un cadre qui est à New York. L'Union africaine est là pour soutenir ce cadre. Et le cadre à New York est déjà défini avec les acteurs, notamment l'Algérie, avec la perspective de solution qui ne peut être que dans le cadre du respect de la souveraineté du Maroc et avec un accompagnement qui est celui des Nations Unies. كيف ما كتشوفوا فرق كبير بين تصريحات المغرب والمغاربه ونظيره ديالها في الجزائر. الرئيس الجزائري كيهضر بحال الا هو بوتين او دونالد ترامب، وبعض المرات تيفوتهم كاع في الهضره وتيقتلني باش كيهضر غير على راسو. تيقول لك عطيت الفلوس، انا عطيت الفلوس، انا قررت نفتح وكاله لمساعده واعانه دول الساحل، انا طلبت، انا درت، انا فعلت، بحال الا كاين غير هو بوحدو في الجزائر، وحنا عارفين بانه غير كاركوز وموظف عند الجنرالات هما اللي كيديسيديو. واخر دليل واكبر دليل على هذه القضيه اللي كنقول هو انه كان عين واحد السيد يتكلف بالجمارك في الجزائر، داز ساعات قليله حيدوه ورجعوا هذاك اللي كان قديم. يعني هنا كاين باين بان التدخل ديال شي جنرال ما عجبوش الحال وردوا، يعني ماشي هو اللي كيحكم، حيت كون كان تيحكم ما غاديش يقدروا يحيدوا هذاك السيد اللي دار اللي هو التعيين. واحد النقطة نسيتها، تمكنت مؤخرا انني نحصل على وثائق ديال المخابرات الامريكية وتقارير على المغرب وعلى الجزائر، وفي واحد الوثيقة ديال الامريكان قالوا ان النظام العسكري في الجزائر باقي قديم كيفكر بالتفكير الشيوعي العربي ديال السبعينات، داكشي ديال جمال عبد الناصر وداكشي ديال، يعني باقيين معقلين على الستينات السبعينات. ومنين كتشوف السياسة ديالهم وكيفاش كيخسروا الفلوس وكيفاش كيفقروا في الشعب ديالهم وهما كيتعتبروا من اغنى الدول، فهادشي كيأكد هاد الملاحظة. المهم غنوجد واحد الفيديو غادي نخرجوا ان شاء الله محتوى ديال هاد الوثائق، لربما بعض الجزائريون يعرفوا حقيقة النظام ديالهم المعادي للمغرب ويتيقوا في الامريكان بحكم انهم ما كيتيقوش بشي حاجة سميتها مغربي. بالنسبة للخبر الثالث، فالمغرب نجح انه يؤكد مرة اخرى الحياد ديال الاتحاد الافريقي، وإلا بقيتوا عاقلين على التصريح ديال الرئيس عبد المجيد فهو دائما كيحاول يدخل الاتحاد الافريقي كجزء رئيسي من الحل. لكن الاتحاد الافريقي في البيان ديالو على لسان رئيس المفوضية موسى فكي صفع الجزائر والبيبي ديالها، واكد ان منظمه الامم المتحده هي الوحيده المخوله لتسويه القضيه، وما كاين حتى شي منظمه اخرى او حتى شي اتحاد واحد اخر يقدر يتدخل في هذا الشيء. فالقرار الافريقي 693 اللي خرج في دوره نواكشوط كيقول وكياكد بوضوح ان التعامل خاصو يكون من طرف الامم المتحده فقط، زياده على ان المغرب فاش رجع الاتحاد الافريقي كان ازيد من ثلثي ديال الدول ضد البوليساريو، وطلبوا هاد الدول هادو 28 دوله تقريبا طلبا خطيا من الاتحاد انه يخرج هذه الحاله الشاذه، فهي ليست بدوله ولا تمثل الصحراويون، بل هي ميليشيا مسلحه وكيجلسوها مع الدول. بحال الا قلتي مثلا غادي نشدوا حزب الله وغادي نعطيو كرسي في الجامعه العربيه كدوله، لكن اموال البترول الجزائري كانت قادره انها تجلس ماشي غير بوليسار، تجلس حتى شاكيرا ويعتبروها الاتحاد الافريقي يعتبرها دوله افريقيه، شاكيرا المغنيه غيعتبرها دوله افريقيه. علاش؟ لان الجزائر كتعطي الفلوس وهي اللي كتبغي هاد شاكيرا هادي تولي دوله مثلا. الحاصل الجزائر في افريقيا خدا هو الحم وغادي يرميوها اعظم ان شاء الله. هاد الدول الافريقيه استفدت من الجزائر ومن المغرب وحنا حالين فمنا، وكانت عداوه بيناتنا بسبب هاد الجنرالات. لكن على الاقل المغرب حتى الى خسر فلوسه فخسرها في ارضه، لكن الجزائر خسر الملايير الملايير وغتربح غير مرتزقه في بلادها، والكل بينا ما وكلتيش كيما كيقولوا راه كيعظموا له. فحذاري وحذاري من ان ينقلب السحر على الساحر، وهادشي اللي كنشوفو دا. والصحراء راه مغربيه كيف ما الصحراء الشرقيه حتى هي مغربيه، كيف ما سبتهم ليليه حتى هما مغربيات. وكان ايضا واحد المحاوله ديال البوليساريو الجزائر ان تدخل ممثل الامم المتحده، لانه كان متواجد في الاتحاد الافريقي، كان جالس تقريبا على اليسر ديال السيسي بحكم ان السيسي هو اللي كيتراس الاتحاد الافريقي، فكان جالس على اليسر ديالو وحاولوا دخلوا عنده بغا يديروا مع زعما شي معاه داكشي. لكن الصفعة عاوتاني مره اخرى ان الممثل ديال الامم المتحده فاش دار الرابور ديالو، لانه كيدير كل مره الرابور ديال شنو دار مع من هضر وشنو هما النقط اللي هضر فيهم، ما ذكرش بتاتا
هاد الاجتماعات مع البوليساريو او مع الجزائر، لانه اصلا هو كان جاي يحضر مع الاتحاد الافريقي، وما كانتش القضيه ديال الصحراء او القضيه ديال البوليساريو الوهميه ما كانتش على اللائحه ديال المواضيع. وهادشي كيزيد يبين التلهف ديال الجزائر والبوليساريو انهم يلقاو شي حاجه اللي تلم عليهم الصوره ديالهم قدام الاخرين، قدام هذوك المحتجزون في تندوف واللاجئون في تندوف. كاين محتجزون هذوك اللي خداهم صحه وحابسينهم، وكاين اللاجئون اللي هما باغيين من المرتزقه، من الموريتانيون، من ماليون، ومن بعض المغاربه ايضا بغاو ينفصلوا. وايضا بالنسبه للرئيس الجزائري قدام الشعب ديالو، لانه لحد الان راه غيكون هضر شي 6 ولا 7 مرات على المغرب، وكما تنقولوا غير الهضره في السماء، ما تديها في حتى شي واحد من غير اليوتيوب. انا كيبان ليا هو مسكين واقيلا كيتفرج في اليوتيوب وكيبدا عاوتاني يزيد يرد. المهم لا ياخذ الحق في اللي كيعطلنا على مسار التنميه في المنطقه في شمال افريقيا، او يسمى المغرب الكبير او المغرب العربي، سميكم ما بغيتو. ولكن لحد الساعه راه الجزائر كتخرب هذه المنطقه هذه، وبسبب هذه المشاكل راه ما عمرنا غادي نزيدو لقدام. وهذه الملايير اللي كتخسر سنويا من طرف الجزائر او من طرف المغرب في واحد القضيه ديال 100,000 شخص ما كاملاش. يعني تصوروا معايا 80 مليون شخص بين المغرب وبين الجزائر، يعني تقريبا على 90 مليون ديال الشخص كيعانيوا من واحد المشكل وهمي ديال 100,000 شخص او 120,000 شخص. المهم دوروا فراسكم وغتعرفوا بزاف الحوايج. كان معكم حاتم، قناة غوكانفو، والصحراء مغربية وستبقى مغربية. السلام عليكم.